الرحمن الرحيم، مع حضرتك الدكتور محمود أدود. بنتكلم على موضوع حقن الفقرات، وفي ناس كتير بتسأل يقعد فترة قد ايه. انا اجابتي على السؤال دهوت ان هو ملوش فترة محددة، وده من واقع خبرتي في هذا الموضوع، خبرة طويلة حالات كتير جدا. الموضوع ملوش قاعدة معينة، يعني في ناس بتقعد الحقن ده يمشي معاها لمدة 6 شهور، ناس ممكن يقعد معاها سنة، ممكن ناس يقعد سنتين، في ناس ممكن تحتاج ان هي يتكرر، في ناس ممكن تعمل الحقن وبعد كده ممكن ان هي تحتاج عمليه. النهارده هوري حضراتكم حاله من ضمن الحالات اللي بقى لها 7 سنين، يعني عاملها حقن من 7 سنين وجايه النهارده امورها ماشيه جدا، مع انها كانت في مرحله تعبانه جدا، يعني احتاجت حقن فقرات، كانتش قادره تمشي خالص، وعملت لها الحقن والحمد لله استجابت، واصبحت بعد كده تمشي على علاجات بسيطه، على مقويات، على فيتامينات، وجايه النهارده بعد 7 سنين بتشتكي من حاجه تانية في ايديها، حاجه تانية. فحبيت اوري لحضراتكم خبره الحاجه ديت في موضوع حقن الفقرات، ونتابع مع بعض. ازيك يا حاجه؟ الله يسلمك. السلام. الله يسلمك يا دكتور. انت عامله حقن فقرات بقالك كام سنه دلوقتي؟ من 2012. 2012 دلوقتي 2019. ايه بقى كنت حالتك ايه قبل الحقن؟ كانت شكلها كنت تعبانه وما كنتش بقدر اقعد ولا امشي ولا اي حاجه، الحمد لله بقت كويسه. على طول بعد حسيت تاثير بعدها بقد ايه؟ يعني هو بيجي كل فتره كده في الشتاء بقى. لا يعني حسيت تحسن بعد الحقن بقد ايه؟ على طول والله. على طول كنت كويسه. وما شفناكيش بقى خلال ال7 سنين دول خالص؟ لا ما رحتش لاي حد، بس هو انا باخد مشي على الحقن اللي هي اللي انا بقول لحضرتك فيتامين ب ده. مقويات. وباتن مرهم بتاعي مسكن حاجه بسيطه. وتقدري تمشي وكويس يعني؟ بمشي. طب ممكن تمشي كده قدامنا؟ 100 100. 100 100 الحمد لله. ماشي تعالي بابا، تعالي. ماشي يلا بابا تعالي كده. ماشي. اصل في ناس كتير بتسالني بتقول لي الحقن ده بيقعد قد ايه؟ فبقول لهم ملوش وقت محدد. ملوش وقت؟ لا يعني ناس كنت خايفه ناس... كنت خايفه وبنتي بقى شجعتني وقالت لي وجعتيها ولا اللي على طول يما يلا ادخلي اعملي الحقن وخلاص. لكن انت حسيتي بوجع في الحقن يعني نفسه؟ لا والله لا، ايدها خفيفه ما حسيتش. الف سلامه. الله يسلمك. اتحرك كده روحي وتعالي كده. ماشي ما شاء الله عليك. الف سلامه عليك. الله يسلمك. ربنا يتم عليك على خير. الله يسلمك. ازيك يا حاجه؟ الله يسلمك. الف سلامه. الله يسلمك يا دكتور. انت عامله حقن فقرات بقالك كام سنه دلوقتي؟ من 2012. 2012 دلوقتي 2019. ايه بقى كنت حالتك ايه قبل الحقن؟ كانت شكلها ايه؟ كنت تعبانه وما كنتش بقدر اقعد ولا امشي ولا اي حاجه، الحمد لله بقت كويسه. على طول بعد حسيت تاثير بعدها بقد ايه؟ يعني هو بيجي كل فتره كده في الشتاء بقى. لا يعني حسيت تحسن بعد الحقن بقد ايه؟ على طول والله. على طول كنت كويسه. وما شفناكيش بقى خلال ال7 سنين دول خالص؟ لا ما رحتش لاي حد، بس هو انا باخد مشي على الحقن اللي هي اللي انا بقول لحضرتك فيتامين ب ده. مقويات. وباتن مرهم بتاعي مسكن حاجه بسيطه. وتقدري تمشي وكويس يعني؟ بمشي. طب ممكن تمشي كده قدامنا؟ 100 100. 100 100 الحمد لله. ماشي تعالي بابا، تعالي. ماشي يلا بابا تعالي كده. ماشي. اصل في ناس كتير بتسالني بتقول لي الحقن ده بيقعد قد ايه؟ فبقول لهم ملوش وقت محدد. ملوش وقت؟ لا يعني ناس انا كنت خايفه ناس... كنت خايفه وبنتي بقى شجعتني وقالت لي وجعتيها ولا اللي على طول يما يلا ادخلي اعملي الحقن وخلاص. لكن انت حسيتي بوجع في الحقن يعني نفسه؟ لا والله لا، ايدها خفيفه ما حسيتش. الف سلامه. الله يسلمك. اتحرك كده روحي وتعالي كده. ماشي ما شاء الله عليك. الف سلامه عليك. الله يسلمك. ربنا يتم عليك على خير. الله يسلمك.